مساء الخير مشاهدينا، حلقة جديدة من رح نبقى سوا منطل عليكم من خلالها لمواكبة كل التطورات. وببداية هذه الحلقة بحب أتوجه لكل اللبنانيين بالمعايدة بعيد الاستقلال 78، عل وعسى نصل إلى الاستقلال الحقيقي والاستقلال عن مشاكلنا الكثيرة والأزمات اللي أيضا عم تتفاقم يوم بعد يوم، ويكون الحل قريب جدا بالاتفاق إن كان بالسياسة أو بغير مجالات دايما عم بيكون فيها مشاكل. بسرني أنه رحب بضيفي بهذه الحلقة المهندس لويس لحود، المدير العام لوزارة الزراعة. أهلا وسهلا فيك. مساء الخير، وبعايد اللبنانية بعيد الاستقلال، إن شاء الله بينعاد على لبنان بالاستقرار والبحبوحة وانتعاش الاقتصاد وخاصة القطاع الزراعي. ما هو الأساس، هو إحنا إذا بدنا نحكي ركائز اقتصاد هو منتج، هو سمام الأمان 100%. واسم الله يعني إذا منتابع المهندس لويس لحود ما عم نلحق لك، ما ندق على الخشب، يعطيك ألف عافية وتضلك بهالهمة. وبدنا تطمننا هيك من خلال الهوا بداية، قديش هالجولات اللي عم بتقوم فيها مثمرة ونقدر نقطف نتائج قريبا على الصعيد الزراعي؟ بالبداية مساء الخير، وعبريك بحب وجه تحية لكل إعلامي كان بالإعلام المرئي أو المسموع أو المكتوب عم بيواكبوا وزارة الزراعة، لأنه بدون تعاون مع الإعلام ما بنقدر نضوي على جودة ونوعية ومواصفات المنتج الزراعي اللبناني. وكان لنا محطات كبيرة بالسنوات الماضية معك ومع الإعلامية، قدرتوا تزوروا صورة لبنان الحلوة، قدرتوا تبينوا أهمية المزارع اللبناني بالإمكانيات الضئيلة اللي عنا إياها بوزارة الزراعة وبإمكانياتكم الضئيلة. أنا بالواقع بقول إنه كل مسؤول لازم يضال على الأرض، لأنه بتواصله مع الناس، بوجوده بكل المناطق، بيساعد على حل كتير من المشاكل، بيفهم الواقع كيف إذا كان قطاع مثل القطاع الزراعي اللي هو بأولوية بالاقتصاد الوطني. وبعد 17 تشرين هذا القطاع كلهم شعروا أنه هذا أولوية. قبل 17 تشرين كانوا ينزلوا أنه قطاع سنوي، كنا نحن نحكي وكنا ناشد كانوا يقولوا هاو عم بيحكوا، لأنه هيدا مهندس زراعي، هيدا مدير عام وزارة الزراعة، هيدا من منطقة البقاع منطقة زراعية. لا، بعد 17 كلهم شعروا بأهمية هالقطاع لما يشكل من أهمية تأمين الأمن الغذائي للمواطنين. لأنه كنا دايما نسمع هالجملة الشهيرة، شريته لتربيته، نحب نروح نشتري ولا نتعب أنه نحن نزرع ونأكل مما نزرع. وكان الكل يستورد، صح، بتطلع العملة الصعبة خارج الأراضي اللبنانية وأراضينا الزراعية غير مستثمرة. ونحن إذا منتطلع بالدول المحيطة اللي مرق فيها أزمات متلاءمة من 2010 لليوم، قدرت تضل محافظة على تأمين غذاء اليوم. شو الأمن الغذائي؟ الأمن الغذائي الأمن الغذائي اليومي للمواطن، مواد أولية للمصانع الغذائية، تعمل اكتفاء ذاتي. هالشي بيصير عبر استثمار الأراضي الزراعية، ولبنان غني بالعوامل المناخية وبالأراضي الزراعية. وكمان إذا استثمرت مضبوط الأراضي بتبلش تصدري، بتبلش تفوتي عملة صعبة على البلد أحسن ما تطلع العملة الصعبة من البلد. استراتيجية أكيد مهمة. وخليني قبل هيك ما أبدأ بالتفاصيل القصص اللي عم تشتغل عليها سعادة المدير العام، بدي أقول لك مبروك. شكرا. والله يوفقك. شكرا. انتخبت حديثا رئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي للتنمية الريفية والإصلاح الزراعي لدول الشرق الأدنى. يعني من اسم يعني التايتل لانتخابك بنعرف قديش مهم، وعم نحكي اصلاح زراعي، عم نحكي تنمية ريفية، قديش نحن بلبنان بحاجة لهالموضوعين، وقديش مهم انه لبناني مهندس زراعي مدير عام وزارة الزراعة اخذ هيدا المركز. اول شيء بدي حيي الدول الاعضاء اللي انتخبوني، بدي اقول انه لبنان عضو فاعل بهالمركز وبالمنظمات الدولية والإقليمية والمتوسطية والعالمية الأخرى. ونحن لولا دعم هالمراكز والمنظمات كنا ما بنقدر نشتغل، لأنه موازنتنا هي موازنة كتير ضئيلة ما بتتخطى 0.8% من الموازنة العامة للدولة اللبنانية، اللي هي 110 مليار على الدولار 1500 وبعد يعني لليوم. يعني بأيام 1500 كانت تكون كلها رواتب وموظفين ونفقات تشغيلية. لولا دعم هالمنظمات والمراكز كان لبنان ما في ابدا يعمل اي نشاط بالقطاع الزراعي. الواقع كان عندنا جمعيه عموميه الاسبوع الماضي بالاردن وصار في انتخاب لإلي. بشكر كل الدول الاعضاء اللي اعطوني ثقتهم،
وإن شاء الله خلال ولاية هالمجلس نقدر نحقق مشاريع تنموية بالقطاع الزراعي اللبناني ونقدر نأمن دعم للبنى التحتية اللبنانية لحتى نخفض الكلفة، نحسن النوعية والمواصفات، ونقدر نخلق حوافز للاستثمار بالقطاع الزراعي. يعني مساعدة هالدول جاهزة المساعدة؟ أكيد جاهزة، خاصة هالدول اليوم نحن عم بدي نشدهم وناشد كل هالمنظمات انه لبنان بحاجتكم، ونحن عم نحضر ان الله راد بعد راس السنه مؤتمر للهيئات المانحه مع منظمه الفاو لتقدر تكون عم ترعى مشاريع وبرامج زراعيه الكفيله بالنهوض بالقطاع الزراعي، لانه بالاخير مثل ما حكينا الموازنه الضئيله ونحن بدنا نتكل على هيئات المانحه لحتى نقدر نبلش نمول هالمشاريع والبرامج اللي أعدتها وزارة الزراعة ضمن إطار استراتيجية الزراعية الخمسية لخمس سنوات. ضمن الجولات وأخيرا كان عندكم نشاط بكندا تحديدا الأسبوع الماضي، حتى يعني مش من زمان كتير، نهار الخميس. شو كانت نتائج؟ نحن بتعرفي بلشنا من ثلاث سنوات موضوع الموني والمطبخ اللبناني، 25 منتج وضعته وزارة الزراعة لتسويقهم بالاسواق الخارجيه. بتحب تعدهم؟ بس هلا ما رح نعدهم لانه دائما كنت بتحب تعدهم. كل ما بنعدهم كل ما بكون عم ندعم منتجات لبنان وعم ندعم منتجات الارياف اللبنانيه اللي هي بتخلي المزارع بارضه، بتخفف النزوح الداخلي والهجره الخارجيه، بتخفف بيع الاراضي. بقي هالمنتجات بلشنا مع اوروبا الشرقيه وقدرنا نعمل يوم للبنان بهنغاريا بكانون الأول 2018 وبلشنا كمان مع أسواق الانتشار اللبناني بالبرازيل، عملنا بأيار 2019 بريو دي جانيرو ساو باولو، ومن يومين ثلاثة عرفت أنه في مصانع زيت عم تصدر لبرا بعد هالأيام، مصانع بكل المناطق عم تعمل للسوق البرازيلي إنتاج الزيت وبتبعته، وكنا بدنا نتابع صارت كوفيد 19 ما قدرنا نتابع. بلشنا نعمل ويبينار اونلاين، عملنا ويبينارات عده اخرها كان مع كندا بثلاث قطاعات، عملنا من شهرين على موضوع البيض وزيت الزيتون، كان عندنا من ثلاث ايام على موضوع الموني والمطبخ اللبناني، وقدرنا نعمل صله ما بين منتجين اللبنانيه وما بين السوق الكندي اللي هي فنادق ومطاعم مؤسسات سياحية وغرف التجارة. وهون بوجه تحية للسفارة اللبنانية بكندا وملحق الاقتصادي اللي هني عم بيقدروا قدروا بهالثلاث ويبينارات اللي صاروا قدروا عملوا نقلة نوعية، ونحن الويبينارات رح تستمر مع أسواق الانتشار. عم نحضر ويبينارات مع أستراليا، عم نحضر ويبينارات مع البرازيل متابعة للي عملناه بال 2019، وبدنا نتابع مع أوروبا الشرقية. هلا إن شاء الله رايحين بعيد. نعم. الأقرب هيدي إن شاء الله الكوفيد 19 تخف لحتى نرجع ننبش جسديا. أوكي. كمان نفس الشيء عم نشتغل مع الملحقين الاقتصاديين بكل الدول الخليجية. أخرها كان من ثلاثة أشهر رفع التفاح اللبناني سمحنا بإعادة تصديره للإمارات العربية المتحدة بعد جهد قامت فيه سفارتنا بالإمارات العربية المتحدة، وهون بوجه تحية لكل الدول عم تفهم واقع اللبناني، واللي هي عم تشعر انه جدية المزارع اللبناني اليوم المزارع جدي. وانا بقول اذا صار في خطأ مقاوم وعم بيتحدى كل العوامل الصعبة وكل المعطيات الصعبة. بدي اعطيكي شيء صار مع معالي وزير الزراعة دكتور عباس الحاج حسن ومعي باسطنبول، بشغله تحية، هو اعلامي دايما تحسكم انتم الاعلامية تعطفوا على بعضكم، الوزير الزميل اذا بدك. وانا برأيي مفيد وجوده كاعلامي، عم بيساعد من خلال وجوده بهالموضوع. اخرها كان باسطنبول على هامش وزارة التعاون الاسلامي، صار في لقاءات مع رؤساء وفود المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وقطر وبعز وتركيا. الازمة وكانت الازمة مبالشة، الازمة السياسية مبالشة، وقلنا فعلنا ما يسمى باللجنة التقنية بين البلدين من لبنان لحتى نقدر نصدر انتاجنا. ونحن قلنا الوزير وانا ان اذا واحد صدر شيء مخالف ما بدنا نظلم كل لانه بحد اليوم انا بقول شغله، ما عندنا منتجات ارتجعت، دائما عم بكون منتجات لبنانيه مطابقه للنوعيه والمواصفات،
ونحن هون بناشد كل مزارع لبناني انه بانتاجه يظهر الصوره الحلوه اللي لبنان عم يظهروها، وبحييهم من اقصى عكار لاقصى جنوب، لبعلبك الهنمي لبأعلى كل المناطق، انه هالمزارع رغم كل الظروف الصعبه عم بيعطي من جهده، عم بيتحدى العوامل الاقتصاديه. بتعرف اليوم ارتفاع سعر الدولار فوق ال 20,000، مستلزمات انتاج زراعي عم تغلى، المازوت يعني التبريد، كهرباء. انا بحيي كل مزارع، بحيي كل نقابي، بحيي كل تعاونيه اللي عم بيعملوا جهد استثنائي لحد يضلون مستمرين بهالقطاع. بقول ان شاء الله هالغايمه السوداء تخلص بسرعه لحتى يتابعوا حياتهم اليوميه. حكيت من عكار للجنوب، مرورا بكل المناطق اللي لك جولات فيها كلها من دون استثناء. قبل ما انسى، لانه بيزعل مني كثير وصاني، انا ما بعرفه بس قدر يوصل هيدي التحيه لك، مهندس زراعي من عكار اسمه ماهر ابراهيم، بقول لك تحياتنا والله يقويك وتضلك بهالهمه لتقدر توصل صوت المهندسين والزراعيين. بقول انه انا كل مزارع وكل مهندس باي منطقه انا بشرفني يتواصلوا معي 24 ساعه على 24، بقى انه هيدا كل اقتراح بيجي منه بعتبره انا بدي اخده ضمن الامكانيات الموجوده عندي، حتى بدنا نتفق انا وبيون على نتخطى امكانياتنا حتى نقدر نقدم تطور بالقطاع الزراعي. اكيد بالتعاون. حكينا الموني والمطبخ اللبناني اللي بياخذ حلقه اذا بدنا نتوسع، ولكن يمكن اخذ حقه ببدايه هذا المشروع في فتره كمان مبيد، يعني كان سفير لبنان اذا فينا نقول. عم نستمر بتالق مبيد اللبناني. بتعرفي نحن فتحنا عده اسواق، اسواق اوروبيه، امريكا، فتحنا لوس انجلوس، سان فرانسيسكو، نيويورك، واشنطن، وكان في عنا بعدة دول، وهلأ أخيرا عم نشتغل مع الصين. نحن رح نبدأ بتصدير البيض اللبناني على الصين. وبهون بحيي كمان منتجين بيض بكل المناطق اللبنانية. كان صار عنا، بلشنا بال 2013 بعشر مصانع بسجل، يوم صار في 54 مصنع عن بيض مسجل، من 10 ل 54 بظرف 8 سنين. بحييهم فردا فردا، تعاونوا معي، وبدي أقول أنه بمثابرتهم وباحترامهم للمواصفات العالمية قدروا يفرضوا نفسهم كسفرة للبنان بالمحافل الخارجية. والزيتون زيت الزيتون كمان نحن عنا آخر الشهر هلأ عم نحضر مع اليونسكو، هي اليونسكو أطلقت يوم عالمي للزيت، الزيتون وللزيتون، ونحن وزارة الزراعة عم نحضر ورش بكل المناطق لنواكب هالأيام، وعم نشتغل مع منتجي الزيت ومع مزارعي الزيتون لنقدر أكثر وأكثر. بدي أقول عم يتصدر الزيت الزيتون لعدة دول، وقدر عم يفرض نفسه أكثر وأكثر. وهلأ حكيتك عن تجربة البرازيل، صحيح، وحكيتك عن تجربة كندا اللي انعملت من شهرين. بس السنة في صعوبات، يعني في كأنه صرخة من مزارعي الزيتون. بتعرفي موسم، بتعرفي موسم الزيتون، موسم سنة إيه بسنة لا بيجي. بس أنا بدي أقول لازم نزيد زراعة الزيتون بلبنان. نحن عم تنطلب إنتاج الزيت للأسواق الخارجية بعد ما اشتغلت وزارة الزراعة. هون بدي حيي كل وزراء الزراعة اللي تعاقبوا، اللي كانوا متعاونين معنا بكل المجالات. هلا بقولوا انه الوزارة ما عم تقدر تعطي، بدي اقول لهم امكانيات مثل ما حكينا 0.8% موازنة، يعني هون ما عم تقدر تعطي. اذا المزارع بده يعني ادوية زراعية، اذا بده شتول عندهم اراضي بدهم يزرعوها، على طول هيك الصرخة كلها مرتبطة بالميزانية. ما في مساعدات من خلال اللي عم توصلوا معهم، من خلال كمان هلأ المركز الإقليمي للتنمية الريفية، بس يصير في هيك بشرة سارة للمزارعين يكون عندهم. نحن بدي أقول أنه المزارع له حق كتير علينا، ونحن مقصرين معه، وأنا بقول أنه شو ما نعمل معه منضلنا مقصرين. بس بده أول شيء قرار سياسي ينوجد بتأمين الاعتمادات اللازمة، بده قرارات من حكومية، وبدها قوانين جديدة. أنا بدي أقول هون ليش أشرت بكل وزارة الزراعة، لأنه كل وزير عطى كل جهده، عطى كل إمكانياته. بس اليوم بتيجي وزير لقي موازنته 0.8، حتى قبل 17 تشرين عديت لك الأيام اللي قطعوا، يعني نعمل أيام مع الوزير حسين الحش حسن، مع الوزير شهيب، مع الوزير زعيتر، أيام الوزير لقيس عمل عدة أيام، وكملنا مع الوزير مرتضى بموضوع الويبينار كنت بلشت أزمة كوفيد 19، والوزير الحالي عباس الحاج حسن أطلع يقول إنما أكتريتهم من البقاع، كلهم هني كلهم من البقاع، وأنا بشر تحية. بدي أقول إنه نحن اليوم
بعد 17-20 صار القطاع الزراعي أولوية. وأنا إن شاء الله عاد ما بيصير فيه حل بأمور اقتصادية تنوضع الموازنات، بيكون بترجع موازنة وزارة الزراعة بتاخد حجم الطبيعي بالموازنة اللبنانية، لأنه أثبت أن القطاع الزراعي هو القطاع الثابت بالاقتصاد الوطني. غير قطاعات عن أول عاصفة بينت أنه بتتأثر. صحيح، خاصة الهزة السياسية بتأثر الصناعة بتأثر بس، ولكن الأمن الغذائي لازم يتأمل. مشان هيك كان عندك هيك خطة بإطار أكيد بالتعاون بالوزارة الزراعة ككل، بجولة على الأوقاف الإسلامية والمسيحية والأراضي اللي ما بدنا نقول متروكة ولكن مش مستثمرة. بلشت الاستثمارات بالأراضي الزراعية. بلشنا بأول 2019 مع سيدنا البطرك الراعي، وكان في اجتماع لمجلس المطارني المواني والرهبانيات، أطلقنا ما يسمى إعادة استثمار الأراضي الزراعية بالكنيسة المارونية، وصار كل أبرشية عندها ورقة. وبعدين تبعنا مع الأبرشيات الروم الكاثوليك، وتبعنا مع المفتي الجمهوري، رح يكون هلأ عم نحضر اللقاء مع الأوقاف الإسلامية بكل المناطق بدار الفتوى، ومع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى كما بلش التواصل. وعندي بـ30 الشهر اجتماع بدار الطائفة الدرزية حتى نقدر كمان نجتمع مع شيخ العقل الجديد. هذا كله بهدف انه نقول للاوقاف استثمروا اراضيكم وضعوا بتصرف المواطن. اول شيء بيامنوا فرص عمل بالمناطق، بيامنوا حاجه البلد الغذائيه، بيامنوا المواد الاوليه للمصانع الغذائيه، وكمان بنبلش نصدر. يعني بنكون نحن عم ننقل لبنان من نظام اقتصاد راعي لاقتصاد منتج. نحن بنعرف انه بدنا نبلش نفكر كيف بدنا نحافظ على عملتنا الصعبه بلبنان ما نطلع على برا. نفس الوقت بدي أقول كمان عندنا شغل مع البلديات كبير في أراضي بلديات كمان بدها تستثمر، في أراضي وزارات ومؤسسات عاملة تستثمر. أنا بخطة معالي الوزير خطتي ما رح نخلي أي أرض أنا ما تستثمر للمصلحة العامة. بس هون كيف بأي إدارة؟ أم أنتوا عم بتحسون في مساعدة من الوزارة؟ أنا بقول كل الوزارات وكل البلديات إذا بتوضع أراضيها بتصرف الزراعة، لأنه اليوم نعرف أنه كان خضار أو حبوب أو حتى زراعات علفية كلها بحاجتها، وهي ضمان الحقيقة أمن غذائي. لازم يدعوا بتصرف المزارعين ضمن إطار أكيد تنظيمي. ما هذا اللي بدي أقوله، يعني التنظيم من قبل مين؟ بيتحدد وجهة الاستعمال، بيتحدد مدة الاستعمال، بيتحدد بينعمل عقد بين فريق أول وفريق ثاني، يتحدد العلاقة اللي بتكون الاستثمارية بين المالك وبين اللي عم نستثمر. بس هون الوزارة لها دور بتحديد كل أرض. الوزارة بترعى بتوجه وبتشجع هالموضوع هذا من دون تدخل ساعتك؟ لا الوزارة، لكن الوزارة هي، لأنه في أراضي مش تابعة لها. مثلا قصة استثمار الأواف عم نساهم بموضوع رعاية مهندسين مراكزنا الإرشادية الزراعية بالمناطق اللي العدد 33 هون بوجه التحية عم يشتغلوا بظروف صعبة. صح، كل مهندسين الزراعي أطباء البيطرية مساعدين الفنيين وحراس الأحراش ما توقفوا أبدا، حتى بأيام الإجراءات الصحية بكورونا كانت الوزارة عم تشتغل، بأيام إقفال الطرقات ما توقفت وزارة الزراعة أي نهار عن العمل. بالوقت نفسه هني مستعدين لإرشاد وتوجيه أي نقابة أي تعاوني أي مزارع على العمل ضمن إطار القطاع الزراعي. رح يعني حلقتنا مكفية بعد فيها أكثر من نص ساعة، وعم يعني عم بيتابعوك، وفي هلأ سؤال لك تحديدا من النايب آدي معلوف، يقول لك طمنا سعادة المدير النشيط والصديق، طمن المواطنين عن موعد رش جاذوب السنديان، ما بعرف عم بلفظها صح، بالمتن وبكل لبنان. أول شيء بوجه له تحية لسعادة النايب، هو بوجوده بلجنة الزراعة النيابية عم يتابع عدة مواضيع زراعية وساعدنا كتير. موضوع جاذوب السنديان كان في حركة منه مع وزير الزراعة السابق، لقدرنا جبنا عبر الهيئة العليا للإغاثة وعبر رئاسة مجلس الوزراء وبعد تدخل كمان من فخامة الرئيس، رشينا الجاذوب بشهر أيلول، رشينا السنديان ورشاهم بحي قيادة الجيش اللبناني اللي تعاملت معنا برش هالموضوع، ووضعنا وزعنا على المزارعين
مصايد وفورمونات عبر البلديات ورح نرجع نعمل الرش بعد بأول الربيع يعني بشهر أدار. هو لازم يكون بالربيع. بالربيع هلا حاليا عم نرش صنوبر، أطلعناها بقعدة بيروت الجوية من أسبوع، أطلعنا حملة رش صنوبر صنوبر البري ورح احنا بنرش مرتين بالسنة. رح عم نرش هلا كنا عم نرش الباسيلوس، هو دواء صديق للبيئة. بالنسبة لجذوب السنديات بعد ما وزعنا المصايد والفورمونات وزعناها بشهر أيلول على المزارعين، رح نرش اعتبارا من أدار عندما الطقس بينتقل للمرحلة الربيع، يعني بيكون مرحلة انتقالية بين الطقسين. نعم. هلا الطقس ما بعرف بعده شوي دافئ، هيدا الشيء بيجذب ال نحن هو في نحن بنحدد اكيد اوقات لهيدا، عادة بنرش بالطوافات خارج الاماكن السكنية اللي هي فينا رش، اما داخل بين الاماكن السكنية بنرش مع البلديات. وبدي اقول نحن اكيد من دير النحل بالرش، وعم نحاول نجيب ادوية صديقة للبيئة بموضوع جذوب السنديين. هون كمان بدي ارجع بشير تحية لايدي اللي هو كان كثير مساعد بهالموضوع، بقول انه بطمن الناس رح نرش. وزعنا مصايد وفورمونات لانه هي مش كل الوقت بيرش، في وزعنا مصايد وفورمونات للوقت بالخريف المناسب، والرش بيصير باوائل الربيع. باوائل الربيع يعني متابع الموضوع وهيك الاهالي المتن وكل لبنان تحديدا. لا هو رح وزعنا بكل لبنان، وزعنا وزعنا بالمتن بكسروين بشبال بالبطرون بالكورة بعكار بمعلبك الهرميل بنبطية، محل ما في سنديان توزع. عظيم. شو رأيك ناخد هلأ فاصل سعادة المدير العام لوزارة الزراعة ومتابعين؟ بدنا نحكي بعد في الأيام الوطنية في مسألة الأحراج والغابات من بعد الحرائق اللي عم تتكرر، رح نحكي. وأنا بدي طمن كونه عم نحكي عن موضوع الصادرات، أنه كل صادراتنا الزراعية عم تكون عم تنعمل عليها فحوصات مخبرية. يعني على الانتاج الزراعي المستورد والمصدر، وبحاجة المختبرات خاصة مصلحة أبحاث علمية زراعية رئيس مجلس إدارة المدير العام دكتور ميشيل فريم وكل الباحثين. كمان المختبرات ما وقفت أبدا لا بأيام كورونا لا بعد 17 تشرين، عم بيشتغلوا كل أيام الأسبوع وخارج الدوام الرسمي لحتى يأكدوا على الأمن الغذائي وسلامة الغذاء بلبنان. عم نعزز يعني كل شيء بفوت على البلد عم بيكون مفحوص مزبوط، كل شيء بيطلع من البلد كمان عم بيكون مفحوص، يعني اللي عم يتصدر لبرا. وشو قصة يعني القصص الزراعية الورقية اللي نحكي عنها؟ بحكي عنها عم يتصدر لبرا، عم يتفحص وعم يستورد عم يفحص. وبدي أقول إنه نحن كلها هايدي عم تنعمل ضمن إطار المختبرات. بشير التحية لمصلحة أبحاث علمية الزراعية. بموضوع اللي حكيتي عنه عن موضوع قطر، بتصور نحن كنا واضحين. نحن اصلا اي شيء عم بيتصدر طلبنا من القطر تبعث لنا شو اللي صار معي مصدي، لان حتى نحن بنتابع الموضوع قضائيا مع المصدي، لان نحن بدنا مثل ما قلت والوزير اكد وانا اكد اي حدا عم بيغلط بده يتحاسب، بس نحن ما فينا نظلم قطاع من وراء واحد. انا ناطرين هالتقرير حتى نعتمد عليه ليبنى على الشيء مقتضاه. بعد سؤال، انه عن جد عم يتابعونا هيك تتاكد انه ناس بهمها الزراعه ومتجاوبين مع اللي عم بتقوموا فيه. في مدام تسال، وعدونا بشهر اب من منظمه الفاو بالمساعده. نعم. مع وزاره الزراعه بجوني وريفون، كيف نعرف إذا قبلوا طلبنا ومين من راجع؟ هون أنا بدي أقول هذا المشروع تقبلنا القصايم بكل المراكز الزراعية بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي مجلس النمو والأعمار. انتهت تقديم الطلبات بآخر آب، انعمل السلكسيون اللازمي الخيار بين أيلول وتشرين الأول لمعالي الوزير لحتى ناخذ أكبر عدد ممكن من القصايم. عمل اتصالات بعدة جهات منحة الأسبوع الماضي، إن شاء الله بالأسبوعين اللي جاي رح يبلش توزيع القصائم اللي هي بتساعد المزارع أو المربي، هي يعني هي مدخلات زراعية، يعني هن بيتصلوا فيها مدخلات زراعية أو للقطاع الحيواني. هي رح تكون بقيمة شرائية $300. إن شاء الله بخلال كانون الأول بيتصل المراكز الزراعية ببالغوا المستحقين فيها. ونعمل بدي أقول إن عمل كان في شفافية بتقديم الطلبات. كان في معايير
كان في لجنة مشتركة وهالموضوع اتخذ فيه حسب قبول المعايير الطلب، قبول الطلب المطابق للمواصفات والمعايير. يعني الشهر الجاي نعم. بشهر 12 بيتصلوا فيهم واللي مستحق بياخد المساعدة 100%. وبهي الموضوع ما رح نوقف، رح نرجع نفتح طلبات جديدة مع جهات منحة تانية، وهذا موضوع بتصور لازم نكون حد المزارع بهالأزمة اللي عم يتعرض لها. يعني اليوم هايدي بتساعده لأنه بتعرف اليوم غلاء البذور والأسمدة والأدوية واللقاحات البيطرية الأدوية البيطرية والعلف، كل هايدي بتساعد هايدي لحتى يقدر المزارع، المزارع المستحق بيخدها صغار المزارعين. ورح نتابع بمشاريع تانية حتى ندعم صمود المزارع عبر هالمستلزمات الزراعية. تابعين معك سعادة المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، لكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا خليكم معنا. من جديد مرحبا فيكم مشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة من رح نبقى سوا، ودايما مع ضيفي المهندس لويس لحود المدير العام لوزارة الزراعة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. من جديد رح أدخل مباشرة بموضوع الأحراج والغابات وتحديدا أحلما. أسأل أنا السؤال، رح أسأله من عبر تويت لزياد فوزي حبيش، بيقول لك تحية للآدم المهندس لويس لحود ومبروك رئاسة مجلس إدارة المركز الإقليمي للتنمية الريفية، وبيسألك أين نحن مما حدث من حرائق كبيرة لسيما المجزرة التي حصلت في غابات البيات وعنت إيد وأكروم، وهل هناك خطة سريعة لإعادة التشجير أو أي خطة مستقبلية لإعادة الرونق إلى تلك المنطقة وحمايتها مستقبلا؟ بالبداية شكرا للصديق الشيخ زياد على تهنئته بموضوع الأحراج والغابات. رح أحكي بشكل عام عن كل لبنان ومنها البيات. أول شيء بدي أقول بشكل واضح، حراس الأحراج ضمن إطار مراكز الأحراج بوزارة الزراعة الـ 33 الموجودين بكل المناطق عم يعملوا جهد استثنائي ومميز رغم قلة عددهم والشغل الكبير اللي حاصل بهالمراكز. بتعرفي حرس الأحراج مهمته مراقبة الأحراج والغابات ومراقبة الصيد البحري، لأنه كمان هذا مهمته. بموضوع الأحراج والغابات بدي ناشد القضاء اللبناني عبر الـ OTV الليلي، بدي بوجه له تحية لوزير العدل ولمجلس القضاء الأعلى وكل قاضي أنه إسراع بصدور الأحكام متعلقة بمخالفات الأحراج والغابات والتشتت بهالأحكام هايدي. ما فينا نكمل اليوم بيوم أنا بعمل مخالفة بيعمل حارس الأحراج محضر ضابط بتنبعث للقضاء بالتأخير بصدور الأحكام مثل ما بقول الأحكام منا مشددة، بتشجع أكثر مخالفين على الارتكابات هالمجازر الكبيرة بلبنان الأخضر. بعد ما غلي سعر المازوت عم تزيد أكثر موضوع الحطب. أنا هون بدي وجه لضمير كل لبناني، بدي أقول لهم هاي ثروتكم حرام تخسروها مشان شوية حطب. بدها ضمير من كل لبناني، لأنه ما بيقدر حارس الأحراج يعمل رقابة على كل أراضي اللبنانية. بدها تعاون من البلديات، من المجتمع المدني، من المجتمع الأهلي مع حراس الأحراج لمواكبة حماية الثروة الحرجية وقمع هالتعديات والمخالفات. مش إلى الحرائق، بتعرفي صار في حرائق مفتعلة وغير مفتعلة بالصيف الماضي وبالخريف، صارت بعدة مناطق منها الأبيات، منها بصور، منا بالبقعة الغربي، منا ببيت ميري، منا بالمتن، منا بكل المناطق، منا بالهرمي اللي صارت كمان بالصيف. وزير الزراعة كان متواجد بكل المناطق مع الوزارات الأخرى اللي هلا بتعرف إطفاء الحرائق هي عند الدفاع المدني، مشكورة قيادة الجيش اللي ساهمت بالتدخل السريع. بدي أقول إنه اليوم سؤاله لزياد وسؤال كل لبناني، أول شيء حراس الأحراج ومراكز الأحراج يعملوا كشوفات اللازمة بعد ما انتهت الحرائق مثل ما عملنا بالصيف الماضي. بدنا نحن نتابع دائما في عندما بيكون في مساحات محروقه ممكن ترجع تطلع بعد 6-7 أشهر حسب نوع الشجر، حسب نوع الشجر وحسب العوامل المتعلقه بكل غابه وكل حرج. بدنا الرقبه فيها هي بترجع بتجدد حالها بتجدد نفسها هيدي نحن ممنوع قطعها لانه بكون هي عم تجدد حالها حرام نقطع. أما اللي هي محروق نحن رح نكون
رح نفتح مجال للبلديات كانت بأملاك بلدية وأملاك جمهورية. رح تصير هي بتعرف في أملاك بلدية وأملاك جمهورية. أملاك بلدية تابعة للبلد، جمهورية بتتصرف فيها وزارة الزراعة. رح نعمل مساعدات وفق القوانين والأنظمة مرعية الإجراء حتى نشوف كيف بدنا نعمل صيانة وتأهيل هالأحراج والغابات. وبنفس الوقت رح نطلق مع الجامعات والمجتمع الدولي موضوع إعادة التحريج. في كتير دول أبدت استعدادها. الجانب التركي عند ما كنا بتركيا مع الوزير الزراعة وأنا أبدأ حرصوا على كمان مساهمة بعملية التحريج والتشجير، ورح نحضر ضمن مذكرة التفاهم عم تنعمل مع الأتراك. وعدة دول متوسطة كمان مهتمة. نحن بالوزارة أطلقنا بال 2016 ال 40 مليون شجرة، والوكيل الفرنسي للتنمية مهتم عم تتابع مع مديرية التنمية اللي فيه الموضوع. وهلا بعد الحرايق صار في عدة تستثمر، صار في عدة جهات خارجية ودولية مستعدة لو ما كانت الموضوع من الشيء اللي حكيت عنه. يعني بس مهم ما يتم الاستغلال ويصير في رخص فيها. لا أنا 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 قلت إنه بدنا نراقب العملية إعادة النمو. إذا ما في نمو في بروسيدور بدها تتبع كان بالبلديات أو بوزارة الزراعة ضمن القوانين والأنظمة مرعية الإجراء. يعني فينا نحافظ على ثروتنا أكيد أو أكيد نجدد. بدي أقول شغلة، أنا اجتمعت مع المدعي العام الاستئنافي بالبقاع من 3 أيام ووضعني بأشبيه التحقيقات اللي عم بيصير بالبقاع الغربي. بدي أقول إنه رح ينعرف من مسببي الحرائق ورح يتحاسبوا. بدي أرجع وجه نداء لضمير كل لبناني لا يحافظ على سارته الحرجية. بدي روح لكمان أسئلة مشاهدين. يعني بدي أحكي عن القنب الهندي. وصلني هلأ سؤال تحديدا عم بيقول لي أحد المشاهدين أنه حضرته أمين عام العلاقات العامة الاتحاد العام للنقابات الزراعية بلبنان الحاج علي شومان، بيسألك أين أصبحت مراسيم التطبيقية لقانون القنب الهندي؟ وبوجه لك اكيد كل تحيات. انا اول شيء بوجه له تحيه للحاج علي ولكل النقابات والتعاونيات اللي هن مواكبيننا. دائما مواكبه القطاع الاهلي مهمه للقطاع العام، بدون مواكبتهم ما بنقدر. انا اذا ما سمعت كل يوم صوتهم ونداءاتهم ما بعرف اشتغل، معود على التواصل اليومي معهم. والحاج علي كل يوم معودين نسمع انتقاداته ومطالباته. انتقاداته هي بالنيئه. موضوع القنب الهندي بتعرفي طلع القانون بمجلس النواب، المراسيم التطبيقيه صارت بدها قرار مجلس الوزراء، رئاسه مجلس الوزراء اعدت اللازم ليطلع هالمراسيم التطبيقيه. بتصور هيدي رح تكون صمام امين لتطور الاقتصاد اللبناني، وبدها تكون اكيد ضمن ضوابط وضمن استعمالات معينة، استعمالات طبية صحيح، وضمن رقابة مشتركة من الوزارات إدارات المختصة المحددة بالقانون. وأنا برأيي لازم نعطي صورة حلوة عن الاستعمال لحتى نقدر نستفيد منها ويستفيد منها الاقتصاد اللبناني. بتفيد الاقتصاد، الاقتصاد اللبناني وبتفيد الأراضي الزراعية. كيف؟ يعني اليوم استثمار الأراضي الزراعية منروح على استثمارات لهيك زراعات حتى تكون استثمارات مربحة، نطلع من الزراعات التقليدية اللي هي عم تكون تصير عبء على المزارع اللبناني. يعني أسهل وأربح وبطريقة بتدخل على الخزينة. إذا عملناها ضمن ضوابط، وأنا بتصور المزارعين واعيين لهالموضوع، ونحن كإدارات وهيئات كل من اختصاصه وصلاحياته رح يشتغل لمتابعة ومراقبة هالموضوع. قد ايه التربة اللبنانية جيدة لهيك زراعات؟ أنا بدي أقول لك التربة اللبنانية ومناخ لبنان بلشت بالأول صالحة لهالزراعات. حكينا عن كنا بهني قبل، كنا عم نحكي عن أنا بالتصنيع. اليوم إذا عم نزيد بكرة كميات نبيد اللبناني بدنا أنا بتصنيع. حكينا كمان عن موضوع زيت الزيتون، كل هيدي هلا حكينا عن موضوع الزراعات العلفية. قلنا لنخفف استيراد العلف بدنا نزرع علف. أنا برأيي عنا أراضي خلينا نستثمرها مظبوط حتى نقدر نساعد المزارع اللبناني. عنا ثروات كبيرة خلينا نستعملها نستثمرها لمصلحة نخفف الأزمة الاقتصادية بلبنان. من بين القصص هيك الدعائية والاهتمام بالزراعات، كان في الأيام الوطنية الزراعية، يوم العرق، يوم التفاح، يوم الزيتون وزيت الزيتون وغيرها. يعني هيدي فكرة حلوة. يوم العرق أنت بدي وجه لك تحية لأنك بال 2019 مش بس كنت قدمت يوم وكبتينا بالتنظيم اليومي، حتى اخذتي عطلي لحتى تواكبينا بالتنظيم. انا بقول انت من الاعلاميه اللي انا بفتخر بان تعطيت معهم. تسلم وكبتينا السنه، عملنا اليوم يوم عرق من اسبوعين ويبينار
مع الملحقين عم نقابل كاثوليك جامعة روح قدس كاثوليك زحلي، ونحن لبلش بيوم العرق اخترناه بزحلة، انه زحلة هي عاصمة العرق والتذوق العالمي، وقدرنا جمعنا منتجي العرق من كل لبنان بزحلة، كان بال 2018 أول يوم، 2019 وقتها حضر فخامة الرئيس ورعانا إياه، وبال 2021 قدرنا عملنا كمان يوم عرق عبر ورشتين، ورشة للتسويق ورشة للنوعية ووصفات، كانوا مكبنا الملحقين الاقتصاديين والأسواق الخارجية. وبقول من هلا حكون في عنا يوم ب 22 إن شاء الله ظروف الصحية بتسمح لنا نعمل يوم مثل ما عملنا بال 2019. عملنا يوم للتفاح اللبناني بال 2019 كمان وجدنا ب 27 موقع بلبنان. السنة عملنا ب 23 الأول الماضي يوم مع الملحقين الاقتصاديين نظرا للظروف الصحية، ورح نرجع نعمل يوم تفاح السنة المقبلة. هلا عم نحضر يوم للعسل اللبناني، عندنا يوم زيت الزيتون عم نحضر له، عندنا يوم الألبان والأجبان، رح يكون عندنا أيام موني ومطبخ لبناني متنقلة على كل المناطق اللبنانية، وأيام خارجية، وعندنا أيام عندنا يوم بدنا نحضر كمان لقطاع الورد بأول الربيع، رح يكون عندنا يوم للورد اللبناني، يعني كمان بتعرف هذا قطاع واعد بالاقتصاد الوطني. لأنه بعد عندي حوالي 9 دقائق، رائد أبي سليمان مسؤول زراعة بالتيار بقضاء جبيل بيوجه لك تحية وبيقول لك أنت الأب الحنون للفلاح اللبناني. أنا بدي وجه تحية لرائد ولكل حدا عم يشتغل بالقطاع الزراعي، لأنه بالفعل برجع بقول بدون ناس بالقطاع الأهلي، بدون ناس بتجاوب مع الدولة من قدر نعمل شيء. هيدا التعاون بين هيدا التعاون وتكامل بسميه. بدي انتقل لموضوع الأسماك البحرية والنهرية، قدين احنا قادرين يكون عنا هيدا الانتاج؟ الواقع لبنان عنده ثروة سمكية كبيرة، وزارة الزراعة بعد ما طلبت من منظمة الأغذية والزراعة الفاو والهيئة العامة لمصايد الأسماك انعمل مشروع لمسح مخزون سمكي، واجوا خبراء أتراك مع بيخرة من شهر على لبنان، افتتحها معالي الوزير بمرفق بيروت، تبعت أنا بشكل يومي وبالتنسيق مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، قدرت عملت مسح المخزون السمكي، حتعلن نتائجه أواخر هذا الشهر. ونحن بدي أقول إنه لبنان بيستورد 35 ألف طن سنويا بحقل السمك، حاجتنا 40 ألف طن. طب عم نستورد من دول المحيطة فينا متوسطي، قبرص، تركيا، اليونان، ليه نحن ما بنستفيد من هالمخزون السمكي؟ من أمن حاجتنا المحلية ومبلش نحن نصدر؟ قادرين هدف المشروع، هدف المشروع كان الاستفادة، ندرس واقع المخزون السمكي على الشاطئ اللبناني لنقدر نعمل توصيات، لنقدر نعمل مزارع أسماك ضمن نطاق المياه الإقليمية، نستفيد من هالثروة الكبيرة. بتصور هيدي الثروة قادرة تكون تعزز أمن غذائي، منخفف استيراد، من أمن حاجتنا المحلية، ومستقبلا قلت له أنا طموحي وقت عملت جولة مع الإعلامية بالشاطئ اللبناني من شهر، قلت له طموحي نبلش نصدر. قادرين؟ إذا أكيد قادرين نصدر، مثل ما عم نصدر غير منتج، قادرين نصدر. ما في معوقات يعني؟ لا، لأنه بدها إرادة بلشت، بدها متابعة، المتابعة بلشت، وبدها بعدين في أماكن مجهزة لهالموضوع؟ هلا ناطرين التقرير بده يطلع عن فاو وعن هيئة العامة لمصايد الأسماك، اللي الدراسة إجوا عملوها ببيروت خلال 20 يوم بشهر تشرين الأول الماضي من شهر. ونحن شطنا غني مثل ما بيقولوا، أكيد شطنا غني، وعندنا معهد علوم البحار بالبطرون، هذا معهد نوعي، وانا السابت زرت معهد علوم بحري كمان التابع، في عندنا معهدين بالبطرون، معهدين معهد صحيح. علوم البحار التابع لوزاره الزراعه، والسابت زرت معهد علوم البحريه التابع لوزاره الاشغال، ابدا لقيت عند مديره وعند كل استعداد للتعاون معنا لحتى نقدر نطور ما يسمى بالحركه البحريه، خاصه بموضوع الثروة السمكية والصيد البحري، ونقدر نستفيد من ثروتنا الكبيرة اللي هي بنعتبرها غنى للاقتصاد الوطني. كمهندس زراعي، إذا هلأ في طلاب لبنانيين عم بيتابعونا وحابين يتخصصوا بهذا المجال، نعم، شو بتنصحهم وين يتوجهوا أكتر شيء؟ وقدي سوقنا اللبناني أو وطننا قادر يستوعب طاقات بالزراعة؟ أول شيء
كل طالب لبناني بشجعه يروح على الجامعات الزراعيه او المدارس الزراعيه بتعرف المدارس الزراعيه حتى المدارس الزراعيه هي بياخذوا مساعد فني زراعي الشادي. وعندنا مدارس عم نسعى لحتى نطور نماذجها ونوصلها بالتقنيات الجديده. عندنا جامعات، عندنا 4 كليات زراعه بلبنان اللي هن الجامعه اللبنانيه، جامعه القديس يوسف، جامعه روح القدس كاسيك، الجامعه الامريكيه. انا كل شهر عم بعمل اجتماع مع عمد الجامعات لحتى التواصل يكون ما بين الوزاره وبين كليات الزراعه. بدعي طلاب يتواجد قطاع اساسي، قطاع الزراعي، يروحوا يعملوا مهندسين زراعي او اطباء بيطريين ويتخصصوا باختصاصات. هيدي كثير مهم هالقطاع، لانه بتصور انه اليوم الزراعه ما بتتطور الا بده يكون لها عناصرها، والمهندس الزراعي والطبيب البيطري او المساعد الفني الزراعي اساسي لهال تطور هيدا. ان شاء الله هيك يتحمسوا ويكون عندهم هالمجالات وواسعه المجالات وانا الزراعيه. وانا بيعتبروني بابي مفتوح، واي ساعد بده يتواصل معنا انا بتخد، انا بتخدم دائما، بترد وبتجاوب واسم الله عليك بتلحق على الكل بكل المناطق اللبنانيه. بدي اقول لك يعطيك الف عافيه، وان شاء الله هيك مشاريع ورا مشاريع تتحقق، ما تبقى اكيد ضمن خطط وتمنيات واحلام، يكون في مقومات ومساعده للوصول للهدف اللي حاطينه قدامكم. أنا بدي أقول للمزارع اللبناني، والسبت شفت صورة حلوة بريفون بدير مرسركيس وباخوس. أنا السبت كنت مرقت على دورة عم تنعمل بدير مرسركيس وباخوس، هذا الدير اللي بيجمع دورات زراعية للشباب اللبناني. هون بوجه التحية لروح أبونا توفيق بوهدير اللي هو ببلش فيها، بلش احنا ببركة سيدنا البطرك الراعي. شفت 300 شاب عم بيعملوا دورات تدريبية على موضوع القطاع الزراعي بلبنان بعدة مجالات. أثرت كتير بهالظاهرة. أول شيء تأثرت انه الشيء اللي بلشوا أبونا في عم يستمر. اثنين، تأثرت بحماس الشباب اللبناني من كل المناطق، كانوا كل الأبرشيات وعم يعطوا من زيتون لموضوع هذا. في ناس متطوعة مثل العائد جوني خالف وغيره كانوا عم يشتغلوا بهالموضوع، وقدرنا حسيت انه الزراعه بألف خير اذا في مواكبه. عم تساليني عن الطلاب، مواكبه مش بس من الطلاب والمهندسين، مواكبه من الشباب اللبناني مع اختصاصاتهم. كان في محاميه، في ناس عندها اداره اعمال، في اطباء عم بيعملوا دورات على توجيههم على الموضوع الزراعي. وانا بدي اقول هون، بدي ناشد كل لبناني مزارع او غير مزارع، قطاع الزراعي هو اولويه بحياتكم، اولويه لتامنوا غذائكم اليومي، صحيح، اولويه لتستثمروا ارضكم، صح، اولويه لتخففوا استيراد من الخارج. بدي اقول قديش ظروف صعبه، الشغل بالارض حلو، عندما بتشتغل بالارض ترجع لزيتك، ترجع لتراثك وتاريخك. وبدي اقول للاغتراب اللبناني المنتشين عم يسمعونا اليوم، بدي اقول لهم شجعوا واستهلكوا لبناني. وتستهلكوا لبناني بتكونوا عم تخلوا الناس تبقى بأرضها، بتخلوا بتدخلوا عملة صعبة للبنان، بتقولوا افتخروا بإنتاجكم، سووا إنتاجكم بالدول اللي أنتم فيها. وبنفس الوقت كان عندنا تحديات كبيرة معه نجحنا فيها بموضوع نبيت وزيت الزيتون والمطبخ اللبناني. بدي أقول بدنا نستمر بهالتحدي بالإنتاج الزراعي، بالخضار، بالفاكهة للبلدان القريبة. أكيد البلدان البعيدة عم بيحكموني مطبخ لبناني. بدي أقول خليكم، خلي ثقتكم كبيرة بلبنان. اليوم كل واحد منكم وقت قبل ما يطلع الاختراب والانتشار اجا من منطقة من لبنان، لتخلوا اهلكم مستقلين مناطقكم، ادعموا القطاع الزراعي. اخر سؤال سريعا بعد معي نص دقيقة، هل في توزيع اشجار ارز وصنوبر وسارو هالسنة؟ نحن عم نسعى مع الهيئات المانحة انه نأمن اشجار صنوبر وحر أشجار حلجي ومثمرة، رح نعلن عنا بصير التوزيع عبر المراكز الزراعية. إن شاء الله خير. وبدي أقول لك شكرا لك، شرفتنا رئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي للتنمية الريفية والإصلاح الزراعي لدول الشرق الأدنى، المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك وتحية لكل مشاهدينا، وينعاد عليكم بعيد الاستقلال. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا لحسن متابعتنا بهالحلقة، على أمل اللقاء بحلقات مقبلة. دايما رح نبقى سوا.